متطرفون فرنسيون شنوا حملة جديدة ضد الحجاب ودعوا لمقاطعة شركة فرنسية بس لأنها دعمت المحجبات. شو القصة؟ واحدة من الشركات الفرنسية نزلت إعلان وأظهرت فيه محجبات بشرتهم سمراء بيلعبوا رياضة وبيهتموا بصحتهم وبيحكوا تجربتهم. المتطرفين ما عجبهم الإعلان واعتبروا إنه الحجاب فكرة متخلفة. ومش بس هيك، الناطق باسم التجمع اليميني المتطرف جوليان أودول وصف الحجاب بأنه بتعارض مع الأنوثة، وعلق أنه هيك مظاهر بتتعارض مع الحرية والديمقراطية، وشن هجوم لاذع على الشركة. بالمقابل طلعت مبادرة تانية دعمت المحجبات وشاركوا آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا أنه اللي بيخاف من قطعة قماش على رأس امرأة يعني الحجاب لازم يروح يتعالج، لأنه هذا رهاب من الإسلام وهو غير مبرر في مجتمع بيعتبر نفسه ديمقراطي وبتبنى حرية الرأي والمعتقد. برأيكم للمتطرفين الفرنسيين بيشنوا كل مرة حملة على المحجبات، وشو أنسب رد على هالحملات؟ شاركونا بالتعليقات.